العيال زاجوا التدريب بتوع الغله دولي؟ زاجوا ايه؟ بتاعت الغله مالهم؟ العيال زاجوها النهارده؟ اه. والبنجر عامل ايه؟ حلو 100%. حلو؟ طبعا البنجر دي بقى لها زي في البنجر حوالي 130 في الدال بنجر. دول نبيعهم ونبيع الغله شو اللي هتقدر تاخدها ولا حاجه. تمام ماشي تمام؟ تمام. ودي الدنيا كده يا احمد بالظبط الدنيا كده يا احمد. ماشي مش تقعد تاخد منك الفرسه اركبها واسرح عليها. ماشي؟ ماشي. وعايز العربيه عربيه موجوده. بركبها والله. يعني انت هناك العربيه وتاخد منك الفرسه. اركب دي اركب دي اركب دي. واشتغل مش مصالحك كده عشان خاطر يلا خش خش يلا خش فين يا عم؟ مش بنزعج مش بنزعج ليه؟ خش يا عم فين اللي حصل؟ مشاكلك دي يلا خش مش انت اللي حصل ايه اللي عندك في ايه؟ السلام عليكم عامل ايه يا حاج؟ ايه يا عم في ايه؟ حد حد خش مثل العمده بزعج مثل العمده كده ولا ايه؟ ده من اول الشارع بتزعج ايه اللي عندك في ايه؟ مش راضي يصطفى معايا غلطان في ايه؟ اخويا غلطان فيك ليه يا اخويا؟ خليه يحكينا ايه يا ابني في ايه؟ صلى على النبي يا عم. عشان الصلاه. انا راح اسجي امبارح اعمل حج. اه. ودي نطت لي، كل ما اجي اقضي مصلحه دي رفي في السكه. طب سيبني يا عم اعمل النهارده واعمل بكره. لا انا هعمل النهارده. طب انا مداير النهارده المكنه ومظبط على حالي عشان اعالج المكنه من بالليل عشان اقوم بدري اعالج. هو اللي وقف حالي. وراح حرج المكنه يا عم. انا ايه ليه ان انا اسجي في اي وقت؟ نمشي حدد الوقت اللي انا هشتغل فيه. زي ما هو قاله وانا قالي. اللي كنت انا غلطان وعشان اكبر منه يبقى خلاص كنت انا غلطان انا راح ادور المكنه اه نصبت المكنه من بالليل تمام والله ما صلى على النبي وجيت ايه محضر المكنه مروقه عشان اقوم الفير علي طب انت شايف اخوك مدور بده علي وحاضر لا ما اعرفش انا رحت بظروف ما هي المكنه بتروح هو نصبها وركبها انا قلت له 100 مره ثبتها هنا في حاجه بينك وفي حاجه بين النسوان وبعض في البيت نسوان؟ اه لو النسوان مختلفة مع بعضها الانسان ابن لا في المرأة اللي بتزق عليه. اه في نسوان العملية يعني. بتزق اخوه. اه المرأة يعني. كل شوية تزق عليه. مرته هو. مشاكل اه. ومرته هو محترم. ما بتكلمش. الحمد لله بنت ناس. ما تلم مرتك يا عم. ما دام مرتك مرته محترمة ومرتك انت بتحب يزعج وبتحب يستفعل ما تلم مرتك. انا اللي الم مرتي برضه؟ اه انت قاعد معانا؟ ما بقول مرتي محترمة ما بتكلمش. ايوه يا عم مش بقول لك على اللي بحسن. هي مرته بتزعج مع مرتك في الحياة؟ ما طول النهار برضه بتزعق وبتزعق اي واحد معاك يزعق طب صلى على رسول الله صلى على رسول الله انت عايز تبقى مع اخوك؟ نقعد يا عم ونتربط من ونحل المشاكل دي والازعاج ده طب كل واحد فيكم يسيب لي 20,000 جنيه 20,000 جنيه؟ اه 20,000 جنيه اه شوف يا عم سمعت يا عم اسمع هتبقى تدفع 20,000 جنيه وترتبط؟ هنديك 10,000 على كل واحد 10,000 مش هي 10,000 في كل واحد يدفع 10,000 جنيه هنديك 10 احنا الاثنين تجيبوهم بكره وتيجي بكره ونطبط بكره هنديك 10 احنا الاثنين في 10 الاثنين؟ اه كل واحد خمسه ايه الشغل بتاعك؟ قول لي مش هنفذ وحطها في سيالتي هتدفع يا عم عشانات؟ هندفع يا عم مش مشكله طب قول لي وصلنا على كده قوم يا عم توكل على الله وهات بكره عشان وتعالى قوم ماشي قول على الله عندك حاجات صلى على رسول الله عايز اخلصك القصه دي؟ عاوز اخلص منها يا اخي ها؟ عاوز اخلص منها عايز تخلص؟ واحد لا لا الله انت قول لابوك ادي ادي العمده 20,000 جنيه ماشي ماشي؟ ماشي حط لها الحق لك وانصح جوه قدام الناس ماشي يا تمام؟ ماشي ال 10 بتوع ابوك انا هاخدهم ماشي ماشي؟ ال 10 بتوعك انت تاخدهم ماشي يا معلم خلاص؟ خلاص هتعمل ايه؟ قول لابوك ادي العمده 20,000 ماشي 10 بتوع ابوك انا هاخدهم حط لها قدام انت الفاز وانت الغلبان وانت هتخسر حاجه من جيبك؟ لا خلاص متوقع خلاص براحه كده بس انا خاطر اظبط العمل ده يا مش شد كل شويه ضايق عليا اهو يا عم انا عملت لا ده مش عامل هدف الفلوس ماشي يا معلم ماشي ربنا يصلح حالك يا رب احنا لك بارك انت عشان بس كده ما تطلعش بره يا عشان ماشي يا عمر ما اخوتك لك مش 10 من ابراهيم لهطل دي ونصلح على اخوه على ما نصلح ان شاء الله فتحي طب ندبح بعض هم اثنين ويقعدوا تاني يدفعوا 5,000 تاني 100,000 تاني يا عيال هتبقى شغل تمام جوه حلو جوه الشغل دي ماشي. يا احمد يا احمد خد يا احمد صلى على رسول الله الناس كانوا لكم زاجوا مع بعض دول مالك هيجوا بكره 20,000 في جيبك ماشي عشان يطبطوا عندي في القعده هنا تمام ساعة ما بطبوا قول يابا انا ذبحت الذبيحة ذبيحتي يابا انت مالك انت ما هيدفعوا 20,000 الجد هيذبحوا ده هيجي عليهم ب 20,000 جنيه الجد يبقى 2000 جنيه احنا هناكل ونشبع وهناخد منهم 20,000 جنيه وسط عندك بس انت قدام الناس ما تقولش هذبح جدي قول يا ابو حياه المصحف ذبحت الذبيحه ماشي ذبحت ايه ذبحت الذبيحه ذبحت الذبيحه
وشد عقبك انت خلاص انت ما بتمشي خلاص. بس اقول جدي ماشي والبالله ذبحنا الذبيحه توكل على الله. عملت فينا ايه مره تانية برضو؟ ويا لك يا راجل ربنا يفكنا من القرفه دي على خير يا اخي. ده اصلا اقول لك على حلوه والله ربنا يفكنا منك ومن مرتك يا شيخ. انا يفكني منك انا كمان والله ربنا يفكنا من جسم الفكر يا عم ده ونتفصل فيك يا رب. جرب جرب بس جرب 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 يا راجل ربنا يفكنا منك على خير. استغفر الله العظيم. يا عم يا عم يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا عم يا عم يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. صلى على النبي يا عم. عليه السلام. كل واحد جاب لك 10,000 بتوع الجمعة يا مرحبا. ماشي يا عم توكلنا على الله. 10 بتوع القعدة اهم معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنات ان شاء الله. قول لي حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. فلوسك فيها 5,000 ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جهز الكاميرا بس بالله عليك فكنا منه يا راجل. الله ربنا يعلم جميعا. يا احمد. معايا بابا. ذبحنا ذبيحة جامدة قوي يا احمد. اقسم بالله ولا احمد ذبيحة. ذبحت؟ ذبحت يا بابا. رزق كويس جلوحها. لا ايه ذبيحة يا احمد؟ خلاص هدي واجبكم عند العمدة. يا عمي ذبحنا ذبيحة. لا 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 لا. رسول الله. على سيدنا السلام. ده لازم ناكل مع بعض كده ونشبع مع بعض كده وان شاء الله الهدر عند الله. الذبيحة دي واجب من عندي لكم. كلك واجب يا حاج. ايه يا عم الحاج في ايه؟ والله ما فاضينا قصه الواجب. يا عم الحاج هاني انت من الناس المحترم. احنا جايين نفك بعض وخلاص. ان شاء الله هنفكوا بخير ساعة ما نتغدوا مع بعض غدا حلو كده وتاكلوا شوية الشوربة كده واللحمة جاية تقع على قلوبكم. ماشي. وانا بحبكم ذبيحة كبيرة مش بحب أي كلام مش كنتوا كنت الحاجات الهايفة دي. لا انت راجل محترم يعني. لازم انت بحبكم أحلى ذبيحة يا عم الحاج وفي ايه؟ مش عارف الذبيحة ديت. حين بقى كلمته. بأمر الله هنتغدى وهنتبسط كده واحنا ايه هنصفى مع بعض. عارف العمدة لو جاي يدفع كمان 100,000 عشان افك منك هدفع مليون. يا مش هبقى كلمته وان شاء الله الهدى ما بقى. والله يا راجل ربنا يعلم عاوز فك منكم من وقتي والله من سنه فاتت. من ساعه ما دخلت مرضك في القصه وقعدت تقول على كل حاجه. ما هي المشكله كلها كل ما تجيب حاجه بينهم وبين بعض تروح تقول لها مرض. طب واحنا طب لنا بعض سر. هو فين مكوب ولا ايه؟ كل ما اقول له على حاجه انا شاكك في الموضوع ده يعني موضوع الغيب مركوبه 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 ايه انا مركوب مرته ركباها مرته ركباها حاجه بيقول هاني مرته ركباها لكن لا لازم اقول كده هو بيقول مرته تخاف مني مين اللي بيقول؟ هو بيقول مرته تخاف مني اه بيخاف منه لا العكس ازاي بقى؟ زي الناس يعني ايه اللي حصل؟ دورها انت في دماغك هل هو مركوب اخر؟ اه مش لازم افسر يعني هل هو مركوب؟ يلا براحتك ما تعمل لي فيها رجاله بشنبات في راجل في الدنيا ما بتركبه؟ طب وانت يا حاج؟ لا مين هو؟ لا عندي ام احمد ساعه بوصلها البصه ايوه انت بتعرف روحها واقفه العكس لا يا عم الحاج العمده العمده ايوه ايه يا عم الحاج في ايه؟ عمده على الناس بس بامر الله ان شاء الله باذن الله هنتغدى تمام واللي فيه الخير جد مربنا ان شاء الله ان شاء الله. طب انت يا اخي بطريق الحلو كده وتكره اخوك عشان خاطر المرأة؟ والله هو اللي هو اللي كرهني. يا هو مراته وعياله في مشاكل كرهونا في الدنيا. مرته وعياله. مرته وعياله. وهو العيلة على بعض. ازاي ما اقول مرتك مرتك وانت مش هيجيب سيرة مرته خالص؟ اقول له انا مش عايز سيرة النسوان يا عم. جيب سيرة مرته؟ مش بحب اجيب سيرة النسوان. انا بهدي النفوس بس. القصة كلها بهدي النفوس. ما هي القصة العزيز دي كلها مرته. مرته برضه مرته ايوه صح يا يعني مرته هي سبب الوباء ده كله. لا ما صدقش. لا لا انا بص المهم انا مش موجود في ساعتك اللي هيفضل يسمعك مش بقول كلام يرضي الله. قول يا حاج علي بقى اللي حصل بقى. صلى على النبي. على السلامه. ان يوم من يوم علقت قدامه وارض بقت افلح من ارضه والمراه رايحه بتزين على راسه. مرته مرته تمام. وتقول ايه؟ شوف ارض هاني شوف ارض كانت عامله ازاي النار تجري وتلعب برضه انا عملت ازاي؟ كداب لما خلاها اخويا الكبير بس كداب كده الباقي اللي حصل بقى؟ وبقفلم كده ما حصلش اي حاجه. طب بقول مرتك هي اللي مولعه الدنيا في بعضها. مرت اهو مرت هو سبب الوباء؟ سبب الوباء في كله. وهاني يا اخي بيقول لي مرتي محترمه ومرتي مش يا اخي انت فرت الفلوس حلنا من الموضوع ده بالله عليك. خلاص يا عم صلى على رسول الله. على سيدنا الموضوع هينحل بس موضوع كده وسع. وسع جوه. يعني ايه؟ تمام؟ طبعا انتوا هتتغدوا معايا وبكره بامر الله بعرفك شايل 10,000. قوم يا عم الحاج مش عايزين نتغدى. 10 تاني؟ اه مش عايزين نتغدى ولا ايه؟
عيب عليك ما دام بدون عمدة. لا لسه توسع توسع لسه توسع توسع خيط وماته خشت وابنك خش وبنتك خشت الحوار وسع. ما هوش عالم الادب وافق يدفع 20,000 جنيه ليه؟ دفعنا ال 20 لا ده 20 منك انت وهو حق الغداء يعني النهارده. يا ولد عيب عليك الواجب ده حجبوا لنا ده واجب ايه؟ لا وانت عمال تفتح علينا ويا ابني ذبيحه واعمل وسوي. صدق بالله مش عايز اقول لك انا بعمل ايه؟ واحد ما تقولش على انجازات سيب المؤامره. ازيك عليك كده تفكر القصه دي؟ طب تجيب لي 10 كمان. ازيك عليك كده 10 اسمع كلام اللي انت عايزه انا اعمله بس هات لي 10 بكره وبيجيب 10 وربك ربك هدي في الخير. ربنا يعلم اجيب 10,000 طب بسيب على الله اجيب منين انا؟ بس ما انا متاكد مش هسوي انا ما ودش جاب ولا جنيه. ماشي طب سلام عليكم. ساعة طلاقك اللي انت عاوز اجيبه لك يا عم. ماشي خليك لحظة هجيبه انا عايزك انا. صلى الله صلى الله. انت بتمشي انا مش هخصك انت جنيه. انا مش هخصك جنيه عشان انا هدفعهم دولي هم كده كده ميتين. وصلت انا مش وصلت؟ وصلت. انا مش هاخد منك حاجة. العشرين بتوعك هتاخدهم متعترين بس العشرين بتوع هاني دولي احنا بنصرف منهم وبنقبض شغلهم سوا احنا جماعه كده. انا هطلع هاني الغلطان وهكمل في حكومك انت. انا خايف اكون قلت له الكلام ده. عيب عليك في اي بص يا ابراهيم انا بحبك ليه عشان انت راجل جد وسمعت بيقولوا ابراهيم ديب مش بيعامل نقطه الا بالكوباج. وانا بحب اوجه سحلتك كده بل هاني ديب اكون سمعت قلت لك انا ايه؟ ايوه تجيب لي بكره 10,000 تمام؟ تمام وهاني يجيب 10,000 ليش بتوعك انت هتاخدهم بس فين؟ منهم بعض كده فلوس هاني ميتة وصلت؟ وصلت ومجهزين 10 كيلو تعالى يلا بكره يلا مع السلامة. تعالى انت؟ لا بالسلامة يا احمد. نعم خد اجري اللهم صل على النبي. اجري بابا ذبحنا ذبيحة 20,000 ذبحنا الذبيحة جيد المرمن كان تحت ابو 300 جيده ايوه حسبنا عليه ذبحه عليهم خبطت منهم 20,000 وهجيبه بكره تاني 20,000 تمام؟ تمام وجد احنا ناكله خد حط جوه في الخزنه جا اخواتهم كده صفوف جا اخواتهم كده تمام يا معلم؟ تمام يلا يا عم مش زعلهم ماشي اللي عايز هياخد والله شغلنا حلو قوي عمد النصاب يا حبيبتي وش يا عم وش ربنا يفكنا منك على خير مش عارف العمدة ده طول ليه والله يا حبيبي مساء الخير تعال روح بحاج هاني روح بحاج ابو هاني عبد يا حبيبي الحمد لله اللهم صل على النبي دول 10 دنيا حاج هاني بسم الله الرحمن الرحيم خد 10 طلعت يا حبيبي مساء الفل يا رئيسنا حبيبي مش انت اللي شبكت من قصه الفلوس ديت انت لو مش رامي ايدينيك لان انتهت منك خلاص طب هذا الوقت يا ربنا يعلم انا جاب الفلوس دي منين يا جماعه احنا قلنا نفضل القصه دي ونخلصها ولا انت ايه رايكم؟ انت لو مش مصدق كلامي انا هجيب مرتي اهي مرتي تشهد وتشرح لك على كل الموضوع انت عايز مرتك تخش تقعد في مقعد العمده وتحكي فيه؟ انا مش حد عشان تثبت الحد انت هتجيب مرتك تشكي واخا ولا ايه؟ والله انا ما نتكلم لا قدام عشان ايه اقول لك على كل حاجه يعني انت عايز تجيب مرتك واخا تشكي؟ ايوه يا عم انت مش مصدقنا ولا هو مصدقني وانت دوب انت انا مش مصدق ما انت عمال تحكي للعمده كله كلام كده هو في ايه؟ وفي ايه؟ وفي ايه؟ في ايه؟ سوني يا سوني يا وساخ يا خفاف سوني يا جدعان تعال يا ابو محمد والله خش يا تعال يا ام احمد خش يا ابو الله ما دخل بيت خش يا عم يا عم يا عم يا عم عشان يقول حقيقي يا عم يا عم ارد ايه؟ عشان تقول حقيقي على الحرام انت خربت بيتنا يا راجل خربت بيتنا مرت ايه؟ سؤال يا جدعان انا بس والله ما انتوا واخدين فلوسكم تاني والله ما انتوا واخدينه وقعدوا قدام اي حد يخص عليكم حبايبي دول يا احمد ايوه يا بابا اجري اللهم صل على النبي حطوا مع اخواتهم اجري اجري مع اخواتهم يكتر المشاكل يا رب كده ويجي العمدة يا تاني يا رب يكتر المشاكل يا رب ويجي العمدة يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا شفت الفيديو دي معانا طبعا اتنين اخوات تمام طبعا مرت ابراهيم طول الليل ابراهيم وين 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 ومرت تاني طول الليل زي المكنة توين دون فدانه الاتنين طفحوا من بعض وسببهم مين؟ المرة طبعا طبعا قبل بعض هم اتنين في الغيط هناك
مسكوا بعض نزلوا في بعض رزع قدام الناس لما كسروا بعض في الغيط قدام الناس. يعملوا بدهم يرتبطوا ويجوا طبعا العمده. العمده يجي قال عايز 10 و10. العمده جاوب ساخين على بعض مش عين قوي قال عايز 10 كمان. اصبح كده في 20,000 جنيه. يا عالم ده جاب ال 20 منين وده جاب ال 20 منين؟ ربنا يعلم. اللي كانوا سلفوا جابوهم بالفايز باعوا غنمهم باعوا بهيمهم عشان خاطر مين؟ عشان خاطر نسوان. يا جماعه طبعا احنا قلنا 20 فيديو وقلنا 20 مره. طبعا راجل حلو ما يفتحش دار الا مرته تزين في دانه وتقول له اخوك راح اخوك اجى اخوك عمل اخوك كسب اخوك خسر. طبعا ده كل انت مش رايح الخساره وخراب البيوت. طبعا الشمسو طبعا حسام طبعا في الاشتراكات وفي الشير وفي اللايكات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.